الكيك المجفف من الكيكات الشتوية المحببة للشتاء. هتاخديه مع كوباية من الشاي أو كوباية من النسكافيه، وهتاكلي أحلى قطعة كيك مجفف، سواء كنت مستعجلة أو سواء كنت في شغلك. جميل جدا وطعمه رائع وله مذاق مختلف، حاجة جميلة كده بتدوب في البق ومقرمشة وطعمها حلو قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نجلاء الحميدي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. لو أول مرة تشوفوني النهاردة من فضلكم ما تنسوش تشتركوا في القناة من الزرار الأحمر اللي تحت المكتوب عليه كلمة اشتراك، وتفعلوا علامة الجرس وتدوسوا على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد من القناة. هنعمل النهاردة مع بعض حاجة تفطري بيها كده جميلة جدا أو كسناكس. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة لطيفة، حاجة جميلة جدا كده. الشتا بيحب الخبز يا جماعة في البيت، الشتا بيحب الحاجات الحلوة، بيحب الحاجات الجميلة، بيحب الأكل. هنعمل النهاردة مع بعض كيك مجفف، تشربيه مع شاي في الفطار، تشربيه مع شاي في العشاء. مين عشان نشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي النهاردة. أنا معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، هنقلبهم كده تقليبة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده أنا معايا 100 جرام من السكر، عاملين نص كوباية، وهقلبهم كويس جدا مع البيض لحد لما يبقى معانا بالشكل واللون والقوام ده، ما اخدوش مني يعني ربع ساعة تقليب. معايا كمان 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عاملين نص كوباية، انا اديتها تسيحة بسيطة ثانيتين كده في الميكرويف علشان احنا في شتاء وهتبقى ماسكة شوية. تمام. معايا كمان 130 جرام من الدقيق، عاملين مج من الدقيق، وكمان قلبتهم كده زي ما حضراتكم شايفين. وكمان معايا معلقة ونص من البيكنج باودر، عاملين 7 جرام ونص، 7 جرام ونص، عاملين معلقة ونص من البيكنج باودر، معلقة ونص صغيرين. معايا صينية، أصغر صينية زي ما حضراتكم شايفين كده، دهنت كده بزبدة من تحت وحطيت ورق زبدة، وممكن ما تحطيش على فكرة ورق زبدة، تبطنيها عادي مفيش مشكلة. ننزل بخليط الكيك. معايا أنا مشغلة فرن على درجة حرارة 180 قبل ب10 دقايق، دخلتها الفرن أخدت معايا 35 دقيقة. أنا عملت دي وأكلناها في وقتها الصراحة مع شاي فطرنا بيها. عملت كمان واحدة تانية، دي فطرنا بيها مع شاي، كنت ناوية أجففها فطرنا بيها. عملت كمان مقدار تاني بس لوحده الحقيقة بنفس المقدار ونفس المقادير. بصوا دي أهي لما خرجت معانا فانا حطيتها كده الصراحه، رحنا عاملين شاي وفطرنا بيها. تمام كده. المقدار التاني نفس المقدار، وعملته وحطيته في الصينيه او القالب بتاع الانجليش كيك، ودخلته برضو فرن على درجه حراره 180، قعد معايا 35 دقيقه. تمام. ده كده معايا كده الكيك بتاعنا. بصوا انا هجيب سكينه مشرشره هقطعها زي ما حضراتكم شايفين، يعني بسمك 2 سنتي اظبطها كده. بصوا الكيك عامل ازاي معايا، حاجة سفنجية جميلة جدا جدا وطعم حلو قوي. هقطعها كده نصين، وهبتدي ان انا اقطع الكيك معايا بسمك 2 سنتي، او تحطي صباعين كده او صباع كده من صباعك كده، بحيث ان هو يبقى ايه زي 1 سنتي كده، لان ايه المقاس المناسب او السمك المناسب لتجفيف الكيك 1 سنتي، من 1 سنتي لواحد ونص سنتي. تمام كده. قطعت معايا الكميه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، عملت معايا كميه حلوه قوي. الكيك ده انا بصراحه انا اللي باكله يعني. حطيته كده في الصينيه. تمام كده. وهدخله فرن على درجه حراره 180 برضو، هيقعد معايا 15 دقيقه. شايفين جماله عامل ازاي، هيقعد معايا 15 دقيقه في الفرن. شفتوا السمك ده اللي انا بقول عليه. تمام. شغلت عليه من فوق الشوايه 15 دقيقه، هاجي هقلبه وهدخله تاني الفرن على 15 دقيقة برضو لمدة 180 لمدة 15 دقيقة. هو كان طري شوية، ما تقولوش هو نشف، لأ ما نشفش. دخلته الفرن تاني 15 دقيقة، وده كده شكله معايا بعد ال 15 دقيقة، وبعد كده قلبته بعد كده 15 دقيقة. تمام. ده كده معايا الكيك بتاعنا، طعمه حلو قوي. شايفين القرمشة، قرمشة حلوة قوية. أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، ما تنسونيش في اللايك. دمتم في رعاية الله وحفظه.